مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، منعت السلطات المغربية انفصالية عضو في جبهة البوليساريو الانفصالية يدعى السيد أحمد حنيني من دخول الأراضي المغربية. وحسب مصادر علمة فإن الانفصالية المذكورة كان بصدد الدخول للمغرب عبر جزر الكناري صوب مدينة العيون بالصحراء المغربية، وتم منع الانفصالية المذكورة بسبب توجهاته الانفصالية وكذا خيانته لوطنه المغرب، حيث كان يسعى للدخول للمغرب بداعي الدفاع عن حقوق الإنسان وهي الستارة التي يتحجج بها الانفصاليين. ويشار أن المغرب كان واضحا دائما في هذا الجانب، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس في إحدى خطاباتها أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربيا انتهى وقت ازدواجية المواقف. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.